السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمين. اخواتي وحبايبي الكرام، من جديد لقاءنا معكم من قناة تربية الأرانب مع أبو نرمين. تنساش انزل تحت اشترك في القناة، فعل زر الجرس، ادعم الفيديو بلايك. حلقة النهاردة يا شباب حلقة مهمة جدا، تربية أرضي مع أم يوسف من هنا الصعيد، بمعنى أصح اتنصب عليها يا جماعة، راحت تشتري أرانب من الراجل، ادالها بدل ما يديلها ذكر وثلاث نتيان ادالها نتايه وثلاث ذكور. معانا فيديو عندها شويه مشاكل، يلا بينا مع بعض يا جماعه نشوف الفيديو ونشوف النصب اللي حصل ده، ونرجع لكم تاني ونرد على الاسئله بتاعتها بعد الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم يا ابو نورمين. السلام عليكم يا شيخ سامر. اولا يا ابو نورمين، انا ام يوسف من قناه ست البيت، ام يوسف سلسبيل اللي علقت لك على القناة اللي انت نزلتها، على الفيديو اللي انت نزلته، وكلمتك على الأنارب اللي عندي. هما هي دي الأنارب اللي عندي، انا اشتريتهم من الراجل على اساس ان هما اربع نتي وذكر، فكانوا حجمهم اصغر من كده. انا تقريبا اشتريتهم من شهر ونص، تمام. فلما كبروا الدنيا، لما اتعلمت منك ازاي الذكر من النتاية، فبصراحة اكتشفت ان هما ان الراجل ادهمني كلهم ذكارة ما عدا واحدة بس نتاية. هي النتاية دي اللي قدامك دي اللي هناك دي، واللي هي بس اللي فيهم نتاية، والباقي كله ذكارة، تمام. اهو قدام حضرتك باين اهو، تمام. وادي المكان اللي انا حطاهم فيه، مكان صغير في البيت عندي، تمام. اهو زي ما بان قدام حضرتك اهو. يا ابو نرمين، بحط لهم اكل عيش ناشف، بحط لهم زبانخ، بحط لهم كزبره، بحط لهم برسيم، اي اكل موجود عندي بياكلوا، وبسم الله ما شاء الله الله اكبر عليهم، حلو بياكلوا، حلو وقبال على الاكل حلو. وبس انا لغايه دلوقتي في شهر ونص كنت فاكره ان هم ان كلهم نتي، يعني جيت عسهم زي ما انا اتعلمت من حضرتك، ببص لقيتهم دكاره، يعني واحده بس نتايه، والنتايه مش عشر يعني فاضيه. فانا بصراحه مش عارفه اعمل ايه، وكلمت الراجل قال لي اتصرفي فيهم، قال لي بيعيهم، وفي منهم ذكر في مشكله. يعني انت بتقول ان الخصية بتاعت الذكر لو في خصية فيهم مش موجودة يبقى الذكر نفسه مينفعش للتلقيح، والذكر اللي انا هوريه لحضرتك دلوقتي في خصية فيهم ناشفة، تمام. فانا معرفش ايه المشكلة، يعني ينفع للتلقيح ولا لا. وبصراحة بيبقى في تلقيح، يعني بيلقحوا على بعض، بس هم انا كنت بقى عايز اعرف ليه مش جابلين التلقيح، فأتاري ان هم كلهم ايه دكاره، واحده بس اللي انتايه، وانا من الصعيد من جنا. ف وكنت نفسي بصراحه يعني ان انا اخد من انارب الخير، بس ظروفي على كدي، وغير كده المسافه ما بيني ما بينكم بعيده زي ما حضرتك قلت لي. وانا دلوقتي هوري لك الذكر الأرنب اللي عايز أوريك فيه العيب بتاعت الخصية بتاعته، يعني عايزك تقول لي ليه كده، يعني إن كان ينفع للتلقيح ولا لأ. لو ما ينفعش إن أنا أتصرف فيهم، والأنارب الدكارة دي أنا عايزة أبيعها، عايزة أبيعهم يعني عشان دكارة، يعني أنا عايزة أستفاد، عايزة أعمل لي مشروع، وأنا سبت على كده عايزة يعني أحسن من نفسي. لو في اي فكره او في اي نصيحه تنصحها ليا، تمام. هوريك الذكر دلوقتي ايه العيب، وتقول ان كان ينفع للتلقيح ولا لا. اتفضل يا ابو يوسف، استنى اهو. يا ابو نرمين، اولا دي ناشفه اهو، دي ناشفه معرفش ليه، وثانيا الخصية زي ما انت شايفها، الخصية دي ناشفة اهي، دي ناشفة،
وهو هو ذكر. اه يا ابو نرمين ذكر، تمام. والخصية دي الخصية دي كويسة، بس دي ليه ناشفة؟ معرفش ايه السبب ان هي دي ناشفة غير الخصية دي، معرفش ليه. ودي ناشفة ليه؟ معرفش. تمام، اهو الذكر يا ابو نرمين، اهو 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 يا ابو نرمين، زي ما انت شايف حضرتك هو الذكر ده. ورجعنا لكم تاني يا شباب بعد الفيديو وبعد ما شفنا الارانب بتاعت ام يوسف. طبعا تحياتي ليها قناه ام يوسف ست البيت مع ام يوسف، او ست البيت ام يوسف يا جماعه، ديت من قنا الصعيد على دماغتنا. تحيه كبيره لكل اهل قنا وكل اهل الصعيد على دماغتنا من فوق. طبعا يا جماعه حصل معاها حوار اتنصب عليها، بمعنى اصح راحت تشتري من واحد ارانب، بدل ما تشتري بدل ما يديلها ذكر وثلاث نتيان ادالها نتايه وثلاث ذكور، وكانت جايبهم صغيرين يا جماعه عارف تاكل فيهم يا جماعه لحد ما بقوا الارانب كبرت زي ما انتم شفتوا كده في الفيديو. جت تعس الارانب او تجس الارانب يا جماعه، تشوفها النتايه من الذكر. بعد ما شافت الفيديو بتاع القناه وانا بعرف معرفه الذكر من الانثى، اكتشفت ان الارانب اللي عندها الثلاثه ذكور ونتايه واحده بس اللي طبعا حرام، يعني ان راجل ما يكونش عارف الارانب في السوق في السن الصغير ويديها لست زي دي مثلا انها تربيها عادة تاكل منها عيش، تمام، مصلحه الحال على القد عادة انها تشتغل وتنتج، والاخر يطلع الارانب بتاعتها ذكور. وتكلم الراجل علشان خاطر ان هم انها ترجعهم له والكلام ده، يقول لها الصلاه فيهم جايهم، طبعا ده ما يرضيش ربنا خالص. دي اول مشكله يا يوسف عندك، يعني اما تيجي تشتري ارانب حاولي ان انت ما عندكيش الخبره او عندك الخلفيه ان انت تشتري ارنب، خدي حد معاك يكون بيعرف هينصحك وهيفيدك، بمعنى ان انت تشتري ارنب صح. كمان حتى لو مش حد يجي معاكي اشتري من مصدر موثوق منه، اشتري من مصدر موثوق منه، ده اول حاجه. انا شايف برضو ان عندك مشكله برضو يا موسى، مشكله كبيره جدا بتواجه كل مربي ارانب خصوصا في التربيه الارضي، وهي حط العلف على الارض. انا شايف حاطه خضره كتير جدا زياده عن اللزوم على الارض، الارانب بتدوس برجليها كده فوق العلف، فوق الخضره اللي انت حطاها، وبياكل منه. طب هو بيدوس عليه وهيزبل فوق منه وهيتبول فوق منه وياكل منه، طبعا هتخش بقى في مشاكل كوكسيديا وكوليستريديا ومشاكل معويه، وانت بخيل تخش في مشاكل برضه ايه، يعني الارنب في غنى عنها ان هو يواجه مشاكل هذا، الارنب في غنى عنها ان هو يواجه، ماشي، ان هو يواجه المشاكل دي. فالافضل الافضل لو انت هتحط خضره للارنب، يفضل انت تعلقي حبل كده، تعلقي حبل وتحزمي الخضره او البرسيم او اي حاجه عايز تحطها الارنب تحزمها وتعلقيها كده ايه على ارتفاع مثلا 20 30 سم من الارض، الارنب يشب ياكل ما يدوش على العلف بتاعه على الاكل بتاعه يا موسى. طبعا برضو نرجع تاني للنقطة بتاعت الذكر، الذكورة اللي عندك الأفضل أنت تبيع الذكورة وتبدليها وتجيب مكانها نتيان، يجيب مكانها إيه نتيان عشان خاطر تشتغل صح، وبلاش تجيب من الراجل ده، لأن الراجل ده طالما في الأول ضحك عليكي بلاش أنت تشتري منه تاني، لأن بصراحة ما عادش يبقى أنت تشتري منه تاني في الأول تاني. كمان تقول الذكر اللي عندك اللي فيه مشكلة خصية ناشفة والكلام ده، ده على طول يمشي، ده يتباع للحم، تمام، او تحاول تشوف الراجل اللي بيع لك ارانب تديهوله وتدي له ارانب الذكوره وتجيب مكانها نتيان، ماشي، وبسعر يعني لو زاد عليك شويه مش مشكله، بس هو كده كده اصلا هياخد منك حسنه يعني، بس مش مشكله، ادي له النتيان الذكوره وقت منه نتيان، ده لو وافق، ادي له الذكوره وقت منه ايه نتيان واشتغلي. وانا بنصح بالارنب السلالات مش التربيه البلدي يا موسى، انا بنصحك ان انت تربي تربيه سلالات، ارانب سلالات، طالما انت عايزه حاجه تاكل منها عيش يعمل عندك مشروع، الافضل تجيبي لك ارانب سلالات، لان الارنب البلدي يومها بسنه، بمعنى اصح ازاي؟ يعني الارنب عشان تخطم ارنب زي كده هتخطم 100 300 400 جرام، عايزالك 6 شهور عشان يوصل معاك كيلو ونص او كيلو 800 جرام، عايز 6 شهور. اما ارنب زي لوك دوت، تمام، انا فاطمه اهو امبارح 8 النهارده 9، يعني النهارده 9/1 انا مفطوم امبارح ما شاء الله داخل على 900 جرام وداخل على كيلو، يعني في 900 جرام
وفي كيلو، يعني اغلب ما شاء الله ولسه مفتوح عمر 35 يوم. فالافضل انت تربي ارنب سلالات علشان يديلك حجم تحويل في سرعه في اللحم، هيديلك اوزان اللي انت عايزاها، تبقى انت كده استفدت من مشروع ارنب، تكسبي منه وتاكلي من وراه عيش بحيث انت تبيعي وتستفيدي من تربيتك وتعبك، وربنا يعوضك خير. وطبعا يا جماعه ام يوسف عامله قناه ست البيت ام يوسف، يا ريت يا جماعه برضو كلنا نروح عندها ونشترك في قناتها يا جماعه ونشجعها، لان هي ست فعلا محتاجه الدعم، محتاجه ان احنا كلنا نقف جنبها يا جماعه. الحال على قد عاد انها تساعد جوزها وتساعد عيالها في المعيشه. طبعا انا بحييك جدا، بحييك على المجهود اللي انت بتعمليه، بحييك وبحيي كل اهل الصعيد الناس المحترمين على دماغتنا من فوق، بحيي كل الشعب المصري والشعب العربي وكل الناس اللي بتتابعنا على دماغنا من فوق. طبعا يعني انا بشكركم في حسن المتابعه، بشكر الابطال اللي كملوا معايا الفيديو للاخر. لو انت بقى لسه ما اشتركتش في القناه ما تنساش اكبس زر الاشتراك سبسكرايب، اكبس زر اللايك، اوعى تنسى اللايك مهم جدا، واهم حاجه فعل جرس الاشعارات على الكل عشان يوصلك اي فيديو جديد احنا ننزله. اشكركم لحسن المتابعه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.